خلينا بقى نروح ونتكلم عن المنتخب ونبارك، نبارك اكيد هنبارك التاهل للمرحله الفاصله يعني في تصفيات المونديال بعد تصدر مجموعتنا بتعادل طبعا غالي خارج ملعبنا على او مع انجولا، لكن عندنا اكيد يا كريم بعض علامات استفهام بقى طبعاً يعني طبعاً. هل تشكيل الاداء في الشوط الاول هنتكلم برضو يعني بشكل اكثر تفصيلا، لكن مش هنعدي النقاط دي في الفقره الحواريه، لكن كلنا لاحظنا اننا كنا مضغوطين من المنافس، دي كانت واضحه جدا يعني، ونجح ان هو يسجل هدفين، وبعد كده سجلنا هدف طبعا من اسيست رائع لصلاح عشان يسجل النني، بعد كده الشوط الثاني زي ما حضراتكم عارفين هدف حقيقي ولا اروع لاكرم توفيق، وبرده الاسيست من محمد صلاح الاكثر من رائع،